هنروح لمكتبة اسكندرية. مكتبة اسكندرية امبارح كانت بتحتفل بعشرين سنة على افتتاحها. ومكتبة اسكندرية دي واحدة من أهم المشروعات الحقيقة اللي اتعملت في مصر. إن كرهتوهم إن ما كرهتهمش قولوا الحق، واحدة من أهم المشروعات الحقيقة، أقدر أقول كده وأنا ضميري مستريح، لأنه بتقدم خدمات ثقافية وتعليمية ومعرفية واسعة النطاق. المكتبة بيترأسها حاليا دكتور مصطفى الفقي صديقنا العزيز أستاذنا الكبير، وهيحصل الاحتفال بكرة بإذن الله. عروض موسيقية طبعا، أمس أنا آسف حصل لها عروض اتفتحت امبارح، صحيح هو امبارح كان العيد، اتعمل بقى عرض موسيقي رفيع المستوى، عدد من كلمات هنحاول ان احنا نسمع لكم ولو جانب منها، نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. المكتبة بتمر بمرحلة تاريخية جديدة منذ إنشائها من 20 عام. احنا خلينا أقولك ان من 20 عام أنشأت المكتبة بعد انقطاع 20 قرن، فده أمر هام جدا. المكتبة مكتبة اسكندرية منارة العلم والثقافة والفنون والعلوم، وهي بتمزج بين الفكر والعلم معا. مكتبة اسكندرية خلال السنوات الأخيرة وفي عهد الدكتور مصطفى الفقي أصبح فيها التحول الرقمي لخدمة أولادنا وشبابنا، بحيث أن المكتبة أصلا فيها أكثر من 1,000,000 كتاب في جميع الفنون والعلوم والثقافة. أنا عندي بعض المقتنيات التاريخية من كسوة الكعبة، وقلت ان انا بدل ما احتفظ بيها وانا اتمتع بيها اهدي مكتبة اسكندرية ستارة كاملة لباب الكعبة، ودي من القطع النادرة ما يقرب من 220 عام. ولكن كلنا لما رحنا السعودية وشفنا الكعبة، الستائر اللي موجودة من 100 سنة تقريبا كلها حرير اسود ومطرزة بخيط الذهب او الفضة ومنها المذهب. لعلك رأيت حفيدة الفنان القدير شفاه الله عبد الرحمن ابو زهرة، الذي انجب ابنا فنانا وحفيدة فنانة معترف بها حتى في اوروبا كلها، عازفة الكمان طفلة 13 سنة. وأيضا لعلك رأيت فرح الديباني التي قبل يدها رئيس جمهورية فرنسا يوم انتخابه عندما غنت النشيد الوطني الفرنسي، اختيار مغنية مصرية تعتز بمصريتها جدا لهذا الأداء، يؤكد قيمة مصر ومكانتها كقلعة للحضارة في البحر المتوسط. البحر المتوسط بحيرة الحضارات كلها، الحضارة الفرعونية والإغريقية والرومانية والعربية الإسلامية إلى آخره، ولذلك مصر تتيه على غيرها بهذه المكانة. نحن مركز التصدير الحقيقي للقوى الناعمة في المنطقة كلها، العربية والإفريقية والإسلامية والدولية. جزء صغير بعمله في اول حفله كده بمناسبه 20 سنه على المكتبه، ويعني ده كان زي دعوه كريمه يعني، علشان انا اللي افتتحت المكتبه من 20 سنه في نفس المكان ده وفي نفس الوقت ده، فيعني كان في كده احاسيس مختلفه ومتضاربه يعني ما بين التذكر والسعاده، والمكان جميل ويعني الواحد قضى فيه سنين طويله. انا اصلا انشات مركز الفنون واشتغلت هنا 10 11 سنه، فيعني كانت لفتة ظريفة وجو جميل الحمد لله. شعوري بالمشاركة دايما فخورة بأي حاجة بعملها في بلدي يعني، والبلدي والاسم وتاريخ بلدي دايما. المشاركة الصراحة كانت مهمة جدا، لأنه يوم احتفال بإعادة إحياء مكتبة اسكندرية العريقة بتاريخها العظيم، منارة للثقافة والعلوم، وفي بلدنا ومدينة اسكندرية الجميلة يعني، مدينة سيد درويش وتوفيق الحكيم ويوسف شاهين يعني. فطبعا أنا سعيدة جدا بوجودي النهاردة وكمان مع زملائي الموسيقى
الموسيقيين العالميين زي البيانيست العالمي رمزي ياسا والمايسترو نير ناجي. انا مبسوطه جدا ان انا جزء من احتفال المكتبه ب 20 سنه. المكتبه اسكندريه بتمثل لي زي بيتي التاني، يعني انا من اسكندريه وبدايتي كلها وكل بدايه الغنى يعني حفلاتي كلها كانت في اسكندريه، فبالنسبه لي ده حدث مهم قوي ان انا يعني سعيده ان انا جزء بيه وجزء منه وفخوره ان انا جزء منه، ومبسوطه اني غنيت اغنيه اول مره اغنيها باليوناني. طبعا مكتبه اسكندريه وتاريخها واسكندريه نفسها واليوناني ده في يعني علاقه جامده جدا، فدي بالنسبه لي كان برضو حاجه يعني بالنسبه لي بتعني لي حاجه شيء يعني كبيره بالظبط. حلوة الاحتفالية بصراحة، حلوة حلوة يعني.